باختصار فرصة لهالدني نفرح لو مهما صار الزعل بيختفي أحمر أخضر أصفر أزرق شو هم الألوان همي يكون حدي حدي في إنسان ميلادك يا ربي صار فرصة لهالدني نفرح لو مهما صار الزعل بيختفي أحمر أخضر أصفر أزرق شو هم الألوان همي يكون حدي حدي في إنسان من غيرك يا ربي كريستا ماريا أبو علي أهلا وسهلا فيك بحلقتنا لليوم هالأجواء الميلادية يلي اليوم أضفتيها لقلنا شكرا لإلك أنت أصغر مرنمة وأصغر مقدمة برامج عمرك 14 سنة من أي مدى بلشت تغني وترتلي؟ بلشت كان عمري 6 سنين كنا بكونسرفاتوار عم تعلم بيانو وكل سنة بيعملوا احتفال لنوال فأنا طلعت والعالم زقفوا كنت كتير صغيرة العالم زقفوا بشكل كتير استغربت بعدين المدير هونيك قال للماما تشتغل على صوتي انه بيطلع مني كان عمري 8 سنين كان يعني قبل في... الست سنين قبل التجربة ما كان عندك تجربة ابدا كنت اول مرة بتكتشفي انه صوتك حلو على عمري 8 سنين كان في برنامج اسمه تالنتين على الاو تي في وصلت لنصف نهائيات شالونا كلنا كنا اولاد صغار شالونا لان ما فينا نتبارى مع الاكبر من عمرنا وبعدين بلشت اطلع ببرامج على التيلي لوميير وشوي شوي صرت بالبرامج رتيل وصرنا نعمل بعدين ريسيتالات اسم الله عليك كريستا نعرف انه عندك 14 ترتيله شو كمان؟ صار عندي كذا برنامج في فيديو كليب؟ في كذا فيديو كليب مش حافظه كم واحد اوكي وفي برامج 9 برامج على التيلي لوميير برافو عليك بعرف كمان في مهرجانات كمان تفتتحي مهرجانات كمان افتتحت مهرجانات بكندا مهرجانات كندية لبنانية وبنوال السنة الماضية كنا هونيك عملنا ريسيتال نقل لايف لأول مرة من كندا للبنان برافو عليك نسمع هلأ ترتيلة أو ترنيمة شو بتحب تسمعينا هلأ روح زورن ببيتهم تفضلي كريستا ماريا على الصوت الحلو الأداء الحلو بنعرف إنه عندك ثلاث ريسيتالات أي متى رح يكونوا وين؟ في واحد بكرة لا بعد بكرة فاندردي وين رح يكون؟ مشاركة فيه مع التيار الوطني الحر
مع كذا مرنم، وفي واحد لـ 22 برعاية بلدية جديدة وتل الميار. وفي واحد بكنيسة النهر مشاركة فيه مع داليا فريفت، بحب وجه لها تحية. ونحن بدنا نقول لك شكرا لوجودك معنا كريستا ماريا، وكل التوفيق بكل كل القصص اللي عم تقومي فيها وكل مشاريعك المستقبلية. شكرا لك.